كابتن وائل جمعة مدير الكرة في النادي الأهلي، ونطمن على الأهلي قبل ماتشات اليوم الثلاثة إن شاء الله، يوم 25 أو الأسبوع 25، وقبل ماتشات أفريقيا كمان. النهاردة المغرب التطواني كسب الفتح الرباطي 1-0. المغرب التطواني اللي هيلعب ضد النادي الأهلي، هيلعب ضد النادي الأهلي، كسب الفتح الرباطي اللي هيلعب ضد نادي الزمالك، والفرقتين كويسين جدا. فعايزين نطمن من كابتن وائل جمعة على لعيبة النادي الأهلي. كابتن وائل، إزاي حضرتك؟ أهلا بيك يا كريم، ربنا يخليك. أخبارك يا كابتن؟ الحمد لله تمام، كله تمام. تمام الحمد لله. الامور كويسه ولا الدنيا شويه سخنه بعد التعادل مع الاسماعيلي؟ لا طبعا الامور صعبه شويه طبعا. انت عايز تقرب من اول الجدول، وطبعا ما يعني غياب المكسب في النادي الاهلي بتبقى مشكله دايما، حتى لو انت يعني حالتك عامله ازاي. فالنادي الاهلي بيلعب دايما على المكسب يا كريم. تعال بالظبط، لسه من شويه كابتن وائل قبل ما حضرتك تخش كنت بتكلم على موضوع احمد عبد الظاهر، اللي اتكتب كده في بعض المواقع ان احمد عبد الظاهر عايز عرض رحيله، عايز يمشي، عايز كذا. فيمكن انا قلت برضو الكلام ده هنا في البرنامج، او قلتها عنوان كده، فاحمد عبد الظاهر كلمني في التليفون وقال لي كريم انا ما فيش الكلام ده، انا راجل ملتزم وبحب النادي الاهلي جدا ولسه مجدد عقدي، وكنت مصاب في ماتش الجيش الرواندي في افريقيا، والراجل ما اعتمدش عليا بعديها، بس ده مش معناه ان انا طلبت الرحيل او مشيت، بالعكس انا ملتزم جدا في تدريباتي، ودي وجهه نظر المدرب، ولما يعوزني هيلاعبني، لكن انا مش عايز امشي من النادي الاهلي، انا مستمر في النادي الاهلي. اولا يا كريم طبعا مع كل الاحترام اللي انت بتقوله، انما حلم اي لعيب في مصر انه يلعب في النادي الاهلي. ايوه، فمش معقول لعيب جوه النادي الاهلي وهيفكر انه يمشي يروح نادي تاني. لعيب بيمشي من النادي الاهلي بيقول لك انا همشي عشان اثبت نفسي والنادي يرجعني بعد كده. فدي نقطه الناس كلها عارفاها والناس كلها حاسبها كويس جدا. فاحنا عارفين طبعا وفاهمين جماهيريه النادي الاهلي، القنوات بتشتغل على النادي الاهلي، المواقع بتشتغل على النادي الاهلي، الجرايد بتشتغل على النادي الاهلي، ولو ما فيش نادي الاهلي ما حدش هيشتغل. خلينا متفقين مع بعض. فاحنا مش مطالبين ان احنا كل حاجه بتتكتب يا كريم او تتقال تبقى صح، فاحنا ما بنعلقش على الكلام ده. انما انا بس حبيت اوضح لك النقطه دي. لا، احمد عبد الظاهر من الناس الملتزمه جدا وبيتمرن كويس جدا، واحنا عندنا لعيبه كتير كويسه جدا زي ما قلنا اكتر من مره يا كريم. فطبيعي ان المدرب بيختار ناس مش هتلعب. أيوة. فطبيعي الناس هتتكلم على اللي ما بيلعبش ده كانه يعني خلاص بقى من الكفار يعني. أيوة. فاعتقد لا، احنا عندنا لعيبه كتير كويسه، وموضوع النتائج بس هو اللي بيخلي الناس يعني تتكلم. احنا طبعا مقدرين ان النادي الاهلي ما ينفعش غير يبقى الاول يا كريم، وجمهور النادي الاهلي طول عمره متقبل وما بيتقبلش غير ان النادي الاهلي يبقى اول دوري. ايوه، فالضغط اللي احنا عايشينه ده طبيعي جدا، وهو ده النادي الاهلي، وده عظمه جمهور النادي الاهلي ان هو اكبر دافع للفرقه بتاعته. واحنا بنعاني يا كريم من غير جمهور النادي الاهلي. ايوه، اللي هو اكبر داعم لينا واكبر دافع لينا، وزينا زي الفرق الثانيه في غياب الجمهور يعني. يعني الجمهور بيفرق كتير مع النادي الاهلي. دي نقطه مهمه جدا بالنسبه لنا. في ظروف بقى غير طبيعيه احنا ما بنتكلم فيها، ما بنوجدش مبررات يا كريم. احنا فرقتنا بتلعب كره كويسه وعندنا لعيبه كويسه جدا، بس انا مش طبيعي ان انا اروح العب 5 ماتشات في ملعب الجونه يا كريم. مش طبيعي ان انا الحكام تعمل فيا الدور الاولاني اللي عملته فيا في ال5 مباريات اللي انا اتعادلت فيهم. في حاجات الناس لازم تبقى عارفاها. في ناس عايزه تزرع مشاكل وتزرع قرف جوه النادي الاهلي، وان احنا نعيش في دوامه مشاكل ودوامه المدرب وحش ودوامه مش عارف ايه كلام. لا، احنا ما تعودناش عليه في النادي الاهلي يا كريم. احنا كان قبل كده فرق بيننا وبين نادي الزمالك 13 نقطه وخدنا الدوري في موسم. فاحنا ما بنطلع نقول الدوري، لا لسه في الملعب، والدوري احنا ما خسرناش الدوري. فالناس دي لازم تبقى تراجع الكلام ده وتفكر فيه كويس، ما تمشيش ورا كلام انا اسف عبيط انه الناس تصدقه يعني. ما ينفعش احنا نقول الناس لا ده الدوري انتهى، انت لسه فاضل 17 ماتش يا كريم. مين اللي قال الدوري انتهى؟ بص على اداء فرقتنا كل ماتش. مين اللي قال الدوري انتهى يا كابتن؟ مين اللي قال الدوري؟ في ناس، لا في ناس. انا بتابع يا كريم لا هو احنا كلنا انا نفسي مثلا في اتكلمت عليك. انا عارف انا بقول لك بتكلم، انا برد على ناس من خلالك انت يا كريم. ايوه، في الاعلام يا كابتن وائل كل واحد بيقول وجهه نظره. يعني انا مثلا ايه اقول ايه الزمالك الاقرب، بس مش معنى ان الزمالك الاقرب ان هو الزمالك خد الدوري. الزمالك ولا اتكلمت على الزمالك، انا بتكلم على كل كلامي على النادي الاهلي. انا فاهم يا كابتن وائل، انا فاهم. انا بقول لك وجهه
اعلامي لما بيجي يتكلم ان هو مثلا الدنيا دلوقتي اذا الاهلي تعادل مع الاسماعيلي النتائج او الاهلي مش قادر يقرب شويه لسه من الزمالك دلوقتي في الوضع الحالي، الزمالك فارق 8 نقاط، فانا عن نفسي قلت مثلا ايه الزمالك الاقرب في الفترة الحالية من النادي الاهلي للفوز بالدوري، لكن ده مش معناه ان الزمالك خد الدوري او الاهلي. انت بتقول انت فاهم ولا انت بترد على ناس تانية؟ انا فاهم بس انا بقول لك بس وجهة النظر اللي بتتقال دلوقتي، ممكن في ناس زي حضرتك بتقول لا خلاص الاهلي خسر الدوري او المدرب وحش او كذا او كذا، لا احنا بننتقد بس مباراة. انا بكلمك كمان فنيا بقى دلوقتي. ايوه يعني هو الجريدو ده ينزل يلعب على الفرقة اما كل ماتش اربع خمس فرص بتوصل للجون يا كريم، فرص اجوال محققة وما بتكسبش. ورا هل المدرب ينزل يلعب؟ هل حد فينا ينزل يلعب؟ اللعيبه برضو بتحاول وبتوصل، ممكن سوء حظ، ممكن ملعب، انا مش عايز اوجد مبررات، وبقول لك احنا طول عمرنا ما بنوجدش مبررات. ايوه انما انما في حاجات لازم الناس تبقى فاهمها وتفتح دماغها وهي بتسمعها. وعارفه الهدف منها ايه؟ ايوه طيب يعني متابعين ماتشات المغرب التطواني يا كابتن وائل؟ اتفرجت النهارده البرنامج الجديد اللي احنا اشتركنا فيه، النادي اشترك فيه ده كريم، بيوفر خاصيه ان انت تتابع اي فرقه انت عايزها في العالم كله، اي لعيب انت عايز تتابعه. من خلال البرنامج ده المدرب معاه اخر خمس مباريات لفرقه المغرب التطواني، وعارفين طبعا كويس جدا ان كان عندهم ماتش النهارده وانا اتفرجت عليه، والمدرب عارف ميعاد الماتش واتفرج عليه والمدربين اتفرجوا عليه. واحنا بنعمل ايه في النادي يا كريم غير ان احنا بنتابع ونشوف؟ فلا احنا متابعينهم كويس جدا، والكابتن احمد ايوب حتى كان راح اتفرج على المباراه بتاعت كانوا بيلرز اللي هي في المغرب اللي كسبوها 4 دي. ايوه ولا يعني متابعينهم كويس ان شاء الله. يعني احنا برضه يعني جبنا في البرنامج هنا حوالي تلت ساعه 25 دقيقه كده عنهم في افريقيا وفي الدوري المحلي، والنهارده كمان هنذيع لقطات من المباراه اللي هم كسبوا الفتح الرباطي 1-0. كسبوا 1-0 النهارده فعلا. طيب كابتن وائل، بعد ماتش الاسيوطي سبورت هل هتبداوا تتمرنوا على ملاعب نجيل صناعي عشان يعني ملعب المغرب تطواني نجيل صناعي، ولا برضه مش يعني تتمرنوا عادي؟ هو فرقه مدينه تطوان كلها كريم، يعني دي معلومه جايه من القنصل المصري في المغرب ان الملاعب هناك كلها تتان بالظبط، مفيش نجيل طبيعي خالص. فللاسف طبعا هنتمرن هناك على مرتين، هنتمرن هناك على ترتان لان مفيش زي ما بقول لك ملاعب نجيل طبيعي هناك. والراجل المدرب ما بيحبش يمرن اللعيبه على ترتان لان اغلب لعيبتنا انت عارف عندهم مشاكل في الركب وبيشتكوا من الكلام ده، الترتان ده بيبقى مؤلم جدا على الركب وكده. ايوه فاحنا ما قدمناش حل غير ان هنلعب على ملعب ترتان. طيب اللعيبه المصابه ايبي وسمعت برضه يعني ان متعب عنده شويه اجهاد، حسين السيد وكانوا موجودين في المنتخب، هل اللعيبه دي سليمه لماتش الاسيوطي؟ والله بص اللعيبه خلصت المعسكر النهارده والمدرب بيديهم اجازه بكره ان شاء الله، يوم الثلاث هيبقوا موجودين. والمدرب هيقرر بقى، انما الناس المصابه اللي بره المنتخب عندنا بيتر شارك في جزء النهارده من التمرين، وصبري رحيل شارك في جزء من التمرين، واسلام رشدي شارك في التمرين كله النهارده، جد منتظم في التمرين برضو. يعني ما عندناش حد بره الفرقه خالص غير خيري ولؤي، و بيتهيألي دول بس اللي بره. خيري ولؤي اللي بره خالص. شريف عبد الفضيل بيتمرن؟ شريف شارك برضو التمرين كله بقاله فتره. يعني اللعيبه كلها ان شاء الله تبقى كويسه باذن الله على يوم 13 ده اللي هو بعد بكره، والمدرب يختار بقى الفرقه من خلاله. يعني حددتوا كابتن وائل او طلبتوا ملعب معين لمباراه المغرب التطواني هنا في القاهره ولا لسه؟ احنا نفسنا والله يا كريم نلعب في ملعب كويس، بقول لك لسه من شويه عندنا فرقه كويسه، عندنا لعيبه كويسه. اللعيب الكويس يا كريم بيحتاج ملعب كويس، ملعب احنا بنلعب يعني لعيبتنا بتحب تستحوذ على الكوره، وده اسلوب المدرب يعني زي الفرق الاسبانيه كلها. وده واضح، احنا من اكثر الفرق اللي بتستحوذ على الكوره، مشكلتنا في تفنيش الهجمات فمحتاجين ملعب كويس اللعيبه تقدر تسلم وتستلم الكره عليه. انما لما بتلعب في ملعب مش كويس يا كريم بيسهل على الفرق الثانيه. الفرق الثانيه اما بتتعادل قدامنا زي ما انا قلت بعد ماتش الاسماعيلي، قلت الفرق اما بتتعادل معانا بتطلع كانها خدت الدوري يا كريم. احنا مقدرين الكلام ده طبعا وعارفينه كويس، فمحتاجين الملعب كويس، فاحنا غصب عننا بنلعب في يعني 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 الامن بيلعبك في ملعب اللي هو عايزه. انا نتمنى نلعب في استاد القاهره ماتش المغرب التطواني ان شاء الله. طلبتوا يا كابتن وائل الموضوع ده ولا لسه؟ والله
والله طلبنا النهارده، قدمنا طلب النهارده نلعب في استاد القاهره ولسه ما صدقش عليه بقى. السفر هيكون قبل الماتش يوم 18 ولا هنسافر يوم 16 ان شاء الله؟ 16. الماتش 19 صح؟ هنوصل فجر 17 ان شاء الله، نتمرن هناك 17 و18 ونلعب 19 ان شاء الله، نرجع 20 باذن الله. ان شاء الله يا كابتن وائل انا بشكرك واتمنى لك التوفيق ان شاء الله في الفتره اللي جايه. شكرا يا كابتن. بشكرك كابتن وائل جمعه مدير الكوره في النادي الاهلي. نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل تاني مع بعض في كوره كلها.